أكدت أوكرانيا أنها تلقت ما يقرب من 12 مليار دولار من التمويل الخارجي منذ بداية العام الجاري لتغطية عجز الميزانية. وأكد رئيس الوزراء دينيس تشاميهال أن كييف تلقت مؤخرا 1.5 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، وستحصل أيضا على ما يقرب من 8 مليارات دولار لدعم الميزانية كجزء من حزمة المساعدات الأمريكية التي أقرها الكونغرس منذ بداية العام. كما أوضح تشاميهال أن هذه الأموال تساعد أوكرانيا في تمويل الخدمات الطبية ورواتب العاملين في مجال الرعاية الصحية والمدرسين والبرامج الاجتماعية، مشيدا بدعم الحلفاء والشركاء.